ومشات في ما هو كان مخطط له. فهي شافتها واحد المجموعه ديال الاختلالات. ف القراءه تقريبا تم القراءه سابقا مثلها، فكنتمنى على ان هذه المشاريع ترنم، ولكن جد صعب صعب جدا. لا اعتقد على ان هذه المشاريع ستكون في الواقع، لانها حنا كنعرفوا واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتربطنا مع الساكنه ديال المدينه ديال العريش. اخوان سبقوا لي في التدخل ديالهم هو ان دور الصافح هي المعضله والمشكله الكبيره اللي كاينه في المدينه ديال العريش. عوض اننا نمشيو لمشاريع اخرى اللي يمكن تحسن المستوى ديال المدينه، التطور ديال المجتمع، الدخل الفردي الى غير ذلك، المناطق السياحيه الى غير ذلك. ولكن حنا عندنا مشكل كبير 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 جدا اللي هو المعيق الاول في تنميه ديال المدينه اللي هي دور الصافح. انا كنتفق مع الاخوه، قلت هناك المدينه كتعرف واحد التوسع ديال التعاطي ديال المخدرات في كل المناطق ديال المدينه. اذا بديتيها من المدخل ديال العريش عن طريق طنجه الى المخرج الاخر، كتعرف واحد التعاطي ديال المخدرات بكل انواعها. فهنا انا كنقول على ان يجب ان نبحث وبشكل جدي على بناء وتشييد مستشفى ديال الامراض العقليه والامراض النفسيه، لان كما كنشوفوا في الشوارع فهو زد مخزي. وحقيقة ان واحد المجموعه ديال الساكنه ديال العريش اللي ما راضياش على الوضعيه. هناك واحد المجموعه ديال الاشياء اللي جا فيها حتى تقرير هو استخراج ديال المفرط ديال الرمال. هذا واقع، ولكن حنا ماذا اعددنا الجماعه؟ ماذا اعدت لوقف هذا الزحف هذا؟ ماذا اعدت لوقف هذا الاستخراج ديال الرمال؟ وكل شيء كيعرفها، كاين واحد المجموعه ديال المواقع كتكلم عليها، واحد المجموعه ديال الاخوان اللي في النقاش ديالهم اليومي هو الاستخراج ديال الرمال. ولكن الجماعه الاخوان في الجماعه المكتب المسير للجماعه ماذا اعد لحد من هذه المعضله؟ ف في التقرير كذلك جاء التراجع ديال المساحات الفلاحيه. ماذا وكيف سنوقف هذا واللي كيتطلب الاستعجال؟ تراجع ديال المساحه الغابويه، في اي وقت سنحد كذلك من هذه المعضله؟ الحفاظ كذلك على، كنعرفوا على ان الغابه الان كيوقع واقع فيها الان الغابه ديال البيكا والغابه ديال المغرب الجديد، كتعرف واحد التدهور، كتعرف واحد الاستاد ديال جميع ديال الاشجار، قطيعه الاشجار من طرف واحد المجموعه ديال، لانه ولا الدخل ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي في مدينه العريش هو الدخل من الغابه. كاين القطع ديال الاشجار بشكل يومي، فين هي المراقبه؟ لا المتدخلين وكذلك الجماعه. هنا كنعرفوا للحفاظ على التوازن الايكولوجي، كنعرفوا على ان هناك واحد 154 موقع على الصعيد الوطني اللي فيها 80 منطقه طبع على المستوى الوطني. فماذا قدمت الجماعه للحفاظ على الارث اللي حنا كنفتخروا به اللي متواجد في المنطقه؟ كيف سنحافظ على الثروه الحيوانيه، الثروه ديال الطيور اللي كتعيش في المنطقه؟ كيف نحافظ على هذا الارث، الارث اللامادي؟ فعندنا واحد المجموعه ديال المعيقات في المدينه. انا كنظن على ان القراءه ديال 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 الاخ فهي في المستوى. كنشكرهم على التشخيص، على كل التدخلات ديال المتداخلين، ولكن انا كنقول على ان الواقع شيء اخر، وهذا الشيء ما يتبرمج، لان حنا كنعرفوا الميزانيه كتعرف مشكل ديال الجماعه، كتعرف واحد المشكل ديال الجماعات كاملين، كتعرف مشكل كبير، وكنشوفوا هنا مشاريع كبرى.